والبلاد اللي تعيش فيها الجزائر هذه ما تدعيوش عليها بالشر، لا تدعوا على بلادكم بالشر. بلادكم تعرفوا واش تحتاج؟ تحتاج دعوة الخير، ربي يسقم الأحوال. قول كلمة طيبة يا صاحبي، غير الله يجيب لها الزنزلها وجاب لها ربي الزنزلها، وماتت الناس وتهلكت الناس وراحت الناس، والله يجيب لها وهاي جت. ومن بعد واش ربحت انت من هذا؟ لا تيأس، رحمة ربي واسعة ورحمة ربي كبيرة والفضل نتاعو كبير واللطف نتاعو عظيم. قل يا ربي أصلح البلاد نتاعنا واصلح العباد اللي راهم في هذه البلاد وارشدنا وارشدهم للخير يا رب العالمين، وأئمتنا أئمتنا، أنا هذه عقيدتي هذه عقيدتي، أئمتنا احنا أهل السنة، أئمتنا ندعو الله لهم بالصلاح وندعو الله لهم بالخير وندعو الله لهم بالتوفيق. واش الفايدة نروح انا ندعي على الأئمة هذو بالشر؟ واش عندي فايدة فيه؟ ما كاش. فنرى نرى نرى من عقيدة السنة أن ندعو الله عز وجل لأئمتنا بالصلاح والسداد والصواب. والعباد العباد كيكونوا على المعاصي، هم على المعصية تدعي لهم بالشر، هو ويعصي في الله، قول الله يهديه، قول الله يبصره، قل الله يخرجوا من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة والهداية. كان يمشي عمرو بن هشام، شكون هو عمرو بن هشام؟ شكون هو؟ شكون هو؟ أبو جهل صحيح. كان يمشي أبو جهل وكان يمشي عمر، يمشيوا شافهم النبي قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، واحد فيهم يا ربي جيب واحد فيهم. فجاء الله بعمر بن الخطاب وقال له الصحابة من نهار جاء عمر بن الخطاب وأسلم أعز الله به الإسلام والمسلمين. يدعي لهم يا سيدي انت، ناس راهي غارقة في المعاصي تزيد تدعي لهم بالشر، غارقين في الموبقات عايشين في الغفلة ساهون، من يذكرهم؟ من ينصحهم؟ من يأخذ بأيديهم؟ من يصبر عليهم؟ هو سهل، أنا نقدر ندير حاجة، نصلي تسليما نطلع للدار وما نهضر حتى واحد. سخير الناس، خير الناس شكون في الحديث؟ الحديث خير الناس من عاشر الناس، عاشرهم، عاش معاهم وصبر على أذاهم، يرفد الأذى نتاعهم. علاش؟ لخاطرش هو قبل بهذه المهمة الرسالية تاع الإمامة، فيصبر على أذاهم ويهضروا يقول معليش يهضروا، ويشتغلوا به قال معليش يشتغلوا بيا. ولكن كاين حاجة، عندي رسالة أنا في الأرض نأديها، لئن يهدين الله بك رجلا برك، ماشي تجيب الجزائر كل، رجلا واحدا برك تكون أنت السبب نتاع الهداية تاعو. تعرفوا واش قال في الحديث؟ لئن يهدين الله بك رجلا واحدا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. وجت رواية لئن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك ممن طلعت عليه الشمس. وجا في رواية لئن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الجمال، وهذا أعز ما كان يملكه العرب في زمانهم.